جزاكم الله خيرا. تقول: حجيت وذهبنا لرمي الجمار، وكان قبل المغرب، ونحن جماعة، فدخل وقت الصلاة ونحن هناك ولم نكن على طهارة، ومن شدة الزحام تفرقنا إلى مجموعات فشغلنا بالبحث عنهم حتى خرج وقت صلاة المغرب ولم نصلي إلا مع العشاء في التاسعة. هل علينا إثم في ذلك؟ لا إثم عليكم في ذلك، ما دام شغلتم وحصل زحام ولم يكن هذا باختياركم وتفريطكم فلا بأس بذلك، لأن هذا عذر واضح.